يطوف راح يكمل. هيا يلا نزلت الشباك معنا شطرون. اي نعم تبي يا الله هذه المسيرة عفوية لا مسؤول عليها ولا هاي، والعالم تذهب وتجي وتاكل وتنام، هذه بها سر من الله سبحانه وتعالى. الله يعلم بهذه الزيارة الكريمة، هنا زيارة أبا عبد الله الحسين، والمواكب بخير، وإحنا في خدمة الزوار وخدمة أخواننا الأجانب الإيرانيين والعرب والأتراك والعراقيين، أكل ومنام وعين غطى وعين فراش، يقول أبو المثل العراقي يقول، والحمد لله والشكر. وإحنا في خدمة الزوار مواكبنا عامرة في بغداد وفي كل العراق من كربلاء إلى زاخو، مواكب الإمام الحسين عليه السلام موجودة زين، والخدمة موجودة والمشاية موجودة والحب والاحترام. هذا الموكب موكب خدام الإمام علي عليه السلام في بغداد منطقة البياع، نقدم به وجود سرادق من استقبال الزائرين الوافدين من مطار بغداد إلى المتوجهين إلى كربلاء. هذه السرادق تعمل 24 ساعة في اليوم، وسردق للرجال وسردق للنساء، وخدمات صحية ومرافق صحية، وخدمات للشاي والقهوة والشربت والماي، وكذلك عمل الطعام، وجبات الطعام مستمرة خلال 24 ساعة لخدمة زائرين أبا عبد الله. هذه الحشود تأتي من جميع المحافظات، والخدمة الحمد لله والشكر جيد جدا، يعني ما شاء الله مواكب أبو عبد الله يعني ما بقصرين إن شاء الله كل شيء إن شاء الله. وإحنا أنا هسه جيت من بغداد إن شاء الله منطقة الشعلة إلى طريق الحسين أبو الأحرار عليه السلام. نسأل الله بهذا اليوم أن يوفق العراق إن شاء الله، ويشيل هذه الغمة عن هذه الأمة بحق محمد وآل محمد. والحمد لله الجهات الأمنية ما بقصر إن شاء الله، سيطرات وتفتيش ونظام جيد جدا. نسأل الله دائما وأبدا هكذا العراق يظل إن شاء الله.